السلام للجميع وصباح الخير من أحلى مكان. طبعاً أنا يا شباب متقاعد وجلس لي يمكن حوالي 3 سنين لأن كانت أزمة الكوفيد وكان ممنوع أن الواحد أنه يسافر بخصوص الأزمة أو يروح إلى أي مكان ثاني. فجلست 3 سنين بعدين قررت قلت تدري خلاص ما بقى من العمر كثر ما فات. فقلت لنفسي تدري خلني أتقاعد واروح للفلبين. جيت هنا الفلبين جلست لي يمكن حوالي 1 سنة و6 شهور. طبعا رحت مناطق كثيرة وبعدين جلست لي 1 سنة في مدينة دافاو. طبعا دافاو حلوة بس حر. فبالصدفة جيت للمنطقة هذه بالصدفة وعجبتني المنطقة هذه. طبعا هذا اللي تشوفونه الحين مصدر الماي. عفوا بكمل لكم القصة. فجيت للمكان هذا بالصدفة. طبعا الشارع هذا يطلع إلى منتجع اسمه ترانكيني ريفر كولد سبرينج، يعني ينابيع باردة. فجيت هنا عجبني المكان هذا، أول مكان جلست فيه وشويت وحبيت المكان. الحين بتشوفون ليش. أول شيء النهر هذا جميل زي ما تشوفون، شوف في واحد يسبح هناك على النهر حلو. طبعا ما تسمع هنا الا صوت النهر ودباب اذا مر دباب. فيوم جيت هنا يا شباب كانت ركبتي تعورني وظهري يعورني، وكنت البس هذه اللي على الرقبة والبس حق الركبة وعرق نساء. المهم مالكم بالطويلة، جيت هنا ابتديت امشي الصباح امشي. طبعا المنطقة باردة، يعني يمكن بالليل تصير 15 وفي النهار ما تعرق ابد، مو زي دافاو او المناطق الثانية، لا هنا برد على طول. يعني حتى صاحبي هو لبناني بس استرالي يلبس جاكيت دايما، يبرد ويلبس جاكيت. فيوم جيت هنا عجبني النهر زي ما تشوفون. طبعا منطقة جبلية، دور شوفوا منطقة جبلية عفوا، جميلة جميلة جميلة. فقررت اني اسكن جنب النهر هذا، فابتديت اعمر لي بيتين طبعا شراكة، بيت لصاحبي وبيت لي، ويقول لك اختار الجار قبل الدار. حصلت لي هالمرة هذه الطيبة مع زوجها، تشوفونه قاعد يشتغل، والصراحة فكولي أزمة. طبعا هذه سيارتنا، فالصراحة الجماعة فكولي أزمة.
وشرينا الأرض هذه ب12,000 ريال. انتوا سووا الحساب، يعني يمكن مو بيمكن 100,000 بيسو. حلو، انا نص وخوي نص، سجلناها باسم زوجته. واذا تشوف الارض من هنا، خلني التفت عليها، ابد عبرة شارع وتشوف والنهر قدامك. طبعا يوم شريتنا الارض هذه جاء معاها من الشجرة هذه الى الشجرة هذه، بعد ما نخلص الشغل بنبسطها وبنسويها زي كذا جلسة. حلو، و يعني بتطلع أحلى جلسة. طبعا شوفوا أحلى جلسة، ظلال زين بمكان شوي وعلى النهر. بعدين أحلى شيء في المنطقة هذه إذا تشوفون النهر وصوت النهر، جميع أنواع العصافير اللي سمعتها واللي ما سمعتها، وجميع أنواع الفراشات. منطقة حلوة الحمد لله، ما اشتكي من ركبتي الحين ولا اشتكي من الرقبة، ألم في الرقبة، وعرق النسا راح، اللهم لك الحمد أبشركم، وأموري طيبة. وخذيت لي سكن هنا، ما تصدقون توه مبني جديد على ما يخلص البيت. خذيت لي سكن ب200، لا استغفر الله، ب2,500 بيسو، يعني عادل 180 ريال ولا 30 دولار بالشهر. وفاتورة الكهرب تجي 4 دولار 4 دولار. طبعا أحلى شيء تقدرون تشوفون منطقة البناء حقي هناك، زين يمكن حوالي 300 متر ولا أقل في مسجد هنا. السلام عليكم. فنجي نصلي هنا، في المسجد. والمنطقة هادية هادية هادية، كلها جبال كلها جبال. وصرت أتحرك أمشي كل يوم، أموري صارت طيبة، لأن أول كلها قاعدة في المكيف و مالي بال اني اشترك في نادي ولا شيء ولا حاجة. المهم هذه المرة قاعدة قطع البذور من الذرة وحطتها على كياس في الشمس. طبعا هي ام الامام، هذا بيتها على النهر. فكان روتيني اول قاعد على الكنب هذا اللي يرجع على وراء، اللي هو الليزي بوي يسمونه بالانجليزي، وبس نتفليكس يوتيوب ريوق الصباح، وكله تعبان لان انا فيني السكر بعد، وكله تعبان. بس هنا ما شاء الله تبارك الله امشي واروح واجي، شوفوا الجبال
ما شاء الله تبارك الله. ف إذا أحد متقاعد ويجي يقول $1,000 بالشهر في أي مكان ما، تقدر تعيش هنا مليونير، وبعدين أي شيء المعلبات الكان جودز ما كان جودز هذه ما نعرفها أبد، كل شيء نشتري من المزارعين، والمنطقة هذه مشهورة بسمك، نوع السمك اسمه تلابيا، والصراحة شيء يعني زي السبيطي كذا، إذا تعرفون السبيطي ولا الباس. طبعا هذا اشتغلنا يعني شغل كبير عليها، سوينا الصبة وهذه القواعد إن شاء الله بتطلع، وبعدين باقي قاعدتين، وهذه الأرض أوريكم إياها أحسن شوي، خلني برفع الكاميرا. طبعا هنا صبة سويناها اوكي، وهذا بيكون مصدر الماي تبعنا، الماي شرب، بس بنركب له ماطور ان شاء الله، شرب ماي حق البيت يعني. وهذا عزكم الله السبتك تانك بيكون هنا. المنطقة جميلة جدا، وأهلها جميلين وطيبين ويحبون يساعدون، يعني بأي حاجة يحبون يساعدونك، ولي مرة وسلموا يعني ديرة حلوة، وأهلها حلوين بعد. ف كل صبحية لما نقوم الصباح راح أشوف المنظر هذا، ما شاء الله تبارك الله. طبعا زرعت لي فوق في الجبل ذرة، وزرعت لي عفوا وشريت لي تيس ومعزة ودجاج، حياة بسيطة 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 بسيطة، يعني ناكل احنا اذا جاء وقت الغداء حق العمال، نزلنا المدينة تبعد ثلاث اربع دقائق بالسيارة، وشريت لي دباب قاعد اتدرب عليه، هذا صاحبي ابو محمود، وشريت لي دباب و قاعد اتمرن عليه، وناكل في المدينة. طبعا كل شيء فرش من المطاعم الفلبينية. فأنا في منطقة اسمها ليك سبو، ليش؟ لأنها مش بس النهر هذا، فيها بحيرة وبحيرتين كبيرة، الجو تحس انك في اوروبا، او مثلا جو الطايف، جو النماص، جو الباحة، ولكن الرخص يعني، وين بتحصل لك مطبخ وغرفة وعزكم الله صالة ودورة مياه؟ تقدرون تشوفون الفيديوهات حقي الثانية، هي بالانجليزي، بس قلت تدري خلني بسوي واحد بالعربي على اساس ان المعلومه هذه تروح
اخواننا العرب اذا يبغى يقوم من الكاوتش بدل ما يكون كاوتش بوتيتو يجي يطلع من الكومفورت زون تبعه ويجي يشوف جمال ليك سبو. المنطقة اسمها ليك سبو، ما هي في سبو، في مندناو، منطقة مندناو أقرب شيء لنا سوريلا. طبعا أنا في كوتوباتو، جنوب كوتوباتو، ودائما يقولون المنطقة هذه خطرة، المنطقة هذه خطرة، بس الحمد لله والله ما شفنا إلا الخير. والشعب الفلبيني ما شاء الله تبارك الله طيب، وعندهم هنا توبولي، هذه قبيلة، فمعظمهم من قبيلة توبولي، فكل يوم كشتة، يعني كل يوم نكشف هنا، يوم نروح المطعم، يوم نسوي غدانا، يوم نسوي شوي، يوم نسوي كبسة، يوم نسوي مرق مع سمك مطفي، وهذا ليه جت الساعة 4 لمينا أغراضنا ورحنا غرفتنا وبس والله وسلامتكم. بليز بليز يا شباب سبسكرايب، اشتركوا في المحطة، وأنا تقريبا كل يوم أطلع فيديو على البناء وين وصلنا، واشتركوا في المحطة، وشكرا شكرا شكرا شكرا. الجماعة الحين بريك حق قهوة، شكرا شكرا شكرا.